السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الجورنال دو المير. ان شاء الله كلكم بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا الوصفة تاعنا من سلسلة حلويات العيد، اليوم درت لكم هليلات بالكاوكاو، حلوى اقتصادية وتعطي تبارك الله كمية وفيرة. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. نمروا للمقادير وكيفية التحضير. بسم الله. بسم الله غادي نبداو. بالنسبه للمقادير غادي كل ما ندير نقول لكم هكا باش ما نضيعوش الوقت بزاف. عندي هنايا حبه بيض، نزيد معاها 250 غرام تاع مارغرين، بنفس المعيار بسم الله غادي نزيد نص كاس تاع سكر غلاس، يا ذاك ان باتوري الكتريك، ولا ما عندكمش الدراب اليدوي غادي نخلطهم شويه ونولي لكم. بسم الله. غادي نزيد كاس تاع نشا، بسم الله نخلطه شويه. بسم الله. الكاس معمر تاع كاوكاو محمص ومطحون بلا قشور. غادي نزيد ساشي تاع سكر فانيي، بسم الله نضربهم غير واحد شويه. بسم الله. نزيدوها غير بشويه. غادي نزيد 10 غرامات تاع خميرة الحلوى، واحد دي غرام هاكا مغرف صغيرة. فوالا بسم الله. ونبدا نلم العجينة تاعنا كيما عودتكم دايما غير بصباعاتنا. ولا انا غادي نكمل كيما هكا حتى نلم العجينه. راهي واجده كيما راكم تشوفوا، ما لازمش تكون قاصحه. انا دروك غادي نديرها على جهه ونخليها تريح واحد 5-10 مينوت لو طون لي ندير فيها ندير الكوشه تحمى 180 دوغري ونوجدوا صوالحنا. بسم الله. غادي نبداو. غادي ندير غير واحد العجينه هكا بيدي وغادي نسين ندير هلال غير هكا بيديا. اللي رانا نديرو في التشارك بسم الله. ما تنساوش ثاني راه فيها الكاوكاو شويه صعيبه. فوالا نديرها. عندي هنايا بياض البيض ان بلون دو، فوالا غير واحد شويه كيما هاك وديريكتومون نديرها في الكاوكاو. نرمدها مليح في الكاوكاو خلات تشدها كاع مليح. فوالا نسيي نعطيها الشكل تاع هلال. فوالا بسم الله. نزيد معاكم وحده. فوالا الا ما بغيتوش ديروها هكا ديريكتومون تصادق تدو العجين وتحلوه بيديكم، حلوها بالوراق ولا عندكم الطابع تاع هليلات كما يقولوا تاع هلال، حل ديروا به وديروا ديريكتومون في البياض البيض ومن بعد في الكاوكاو. الكاوكاو هذا راني حمصته به بقشوره وطحنته. فوالا بسم الله.
انا نكمل كيما هكا ونعاود نولي لكم ان شاء الله. فوالا تبارك الله كيما راكم تشوفوا السني بدا يتعمر. حاجه بغيت نقولها لكم، الا ما بغيتوش ديروا كيما كيف يصدق تدوا العجينه غير بيدكم شويه وديروا شكل هليلات، حلوها بالوراق وديروا اللي عندكم الطابع تاع اون فورم دو ميلون، يعني شكل تاع هلال، حلو به، غادي يعطيكم الضعف الكميه اللي عطاتها لي انا، صافي غادي يعطيكم زوج سنياوات. ولا بغيت ديروا كيما هذه قلت لكم انا مازال جو بونس غادي تعطيني سني ونص ولا سنين كامله، بصح قل من نص. من الاحسن حلوها بالوراق ومع لومبورت بياس تاع الهلال دومي لون طبعوا به، ولا كيما قلت لكم دائما لكم الاختيار. ولا بغيتوا ديروا كيما كيف هكا ما كاش مشكل تاني. ها راه تاني تبارك الله راه جا لا فورم تاعها جات شابه خدمناه بليد. المهم انا غادي نكمل كيما هكا وندخلهم للفور يطيبوا. قلت لكم الفوغ راني شعلتها على 180 درجه 180 دوغري بين 15 حتى 20 دقيقه وسا ديبون لو فور تاعكم. المهم انايا غادي نعسه مليح ونعاود نوليكم من يطيب ان شاء الله. الفور مازالت حاميه، بغيت غير نوري لكم شي حبيبات. هذا هو كيما هكا فوالا، كل شويه حمراء. راني مجده هنايا زلافه دايره فيها العسل ودايره والله بسم الله نوريلكم، راني دايره هنايا شبكه باش نقطر فيها العسل. فوالا بسم الله غادي نديروه ديريكتومون في العسل. فوالا بسم الله دوريها دوري فوالا اون فوا هاي سيبا نبدي هذا الوقت. فوالا بسم الله راني كملت من التعسال تاعهم، درتهم على شبكه يقطرو، نخليهم يقطرو مليح ونعاود لكم ان شاء الله في الاخير باش نشوفوها في الطبس. الحلوه تاعنا كما راكم تشوفوا راهي واجده، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. بسم الله نوري لكم عن قرب. هذه راني درت جلي ديكور جوست ان تي بو بالشوكولا، درت جوست خطوط هكا عليها، والاخرى خليتها بسم الله خليتها هكا عاديه. غادي نحل لكم وحده باش تشوفها كي جات من الداخل. بسم الله شوفوا تبارك الله، فوالا تتفتت غير روحها تبارك الله، شوف ما شاء الله. فوالا نحلكم من الاخرى تاني، هذه بالشوكولا باش تشوفوها كي جات نفس الشيء، ولكن غير معليش نشوفو مع التزيين. فوالا هاي تبارك الله طريه وهشيشه وجات تدوب في الفم ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها ونقول لكم صحه فطوركم.